من بعد نقلبوا وكيفاش ياخذ شي تريبورتور ان شاء الله باذن الله. وراه الفكره عجباتها، قولي لهم اللي قلنا لك الا نقلبوا لي شي تريبورتور كي جات الفكره. مزيان هو باغي يخدم مزيان التريبورتور باش الله يحفظك يا بنتي ويكون الخير باذن الله، يكون الخير الله يحفظك. المهم تنشكر السيده اللي صيفطت لها 1500 درهم، وتنشكر السيده اللي هي خالتها اللي صيفطت لها 3100 درهم اللي باش شرات الثلاجه وفرحتوها. شوفوا الفرحه كيف باينه في وجهها وكيف كتضحك، هذا هو الرباح وفرحتوا هاد الوليدات. تنقول لكم الا اجركم الله سبحانه وتعالى، ونخليوها هي تقول واحد الكلمه. كنشكر كاع الناس اللي كيعاونوني واجركم عند الله، والله يفرج على الجميع. واش تقولي للاخوه اللي تيعيطوا لك من برا وفي هاد الحوايج هادي، قولي هذوك اللي عيروك وداك الشيء قول لهم انا مسامحه عليكم. هادوك الناس اللي كيعيروني واللي كيعيروا انا مسامحه كل شيء، ولكن كنتمناهم ما يبقاوش كيعيروني بزاف، حيت ملي كنكعر ما بنادم كيحس بيا في هذيك الساعه فاش كنكون انا كاعيه وكنبقى باغا نهضر. السلام عليكم اخوتي. السلام عليكم، انا غادي نرد على هاد البنت اللي استغصب بها وخو عادل الميلودي استغصبها وزعما خاتي في شرفها، قال لها شرفها استغصبها استغصب بنته لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا مرضنا بنادم. سمحوا لي يا اخوتي انا غادي نقولها لكم، ما ديروهاش مني من عند الصواب. ما ديروهاش مني قد الصواب، انا غادي نهضر. هذيك البنت الله يحسن العوان فيها، واخا يعطيو لها واخا يعطيو لها المغرب كامل، الشرف نتاعها هي احسن. واخا يعطيو لها الملايل ديال الملايل ديال الملايل، ما يردوا لها الشرف نتاعها هذيك الهضره باللي استغصبها باها. سمحوا لي يا خوتي، الله يحسن العوان نتاع ديك البنت، الله يحسن العوان ابنتك ابنتي. انا ما نعايركش حاشا لله، اللي يعايرك راه بنادم معيور ماشي مزيان بلا ما يتعايري بنادم. حاشا بنيتي، ما عرفتش بغيت نقول لك. لا 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 لا، راه باك 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 اللي استغصبك ماشي جارك، راه باك ابنتي. راه نتي راه خصك بسيكاتر، خصك تمشي داوي. يفوك تي او لا لا، سي با بوسيبل، سي با لو فريغو الا ماشينا لافين الا رجال اللي غادي يرد لك اللي غادي يرد لك عقليه نتاعك. باش داكشي اللي دار لك باك، عطاولك الخوت، عطاولك الله يعطي لهم الخير والله يعطي لهم ان شاء الله. وبصح لو كان ما تبينوش راه داكشي راه ما يبريكش. اش من الوجه اللي غادي تبيني للناس ابنتي؟ دعيه لله هذاك باك، راه عجب، راه سي با بوسيبل. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا بعدا ما جات لياش مزيانه، انا بغيت نعاونك ابنتي، نجي نعاونك مني ليك، ما توريني ما نوريك ولا وجهك ما يبانش كاع في الكاميرا. ان شاء الله يا ربي نهار اللي يجي لعندك ما توريني في الكاميرا ما والو مني ليك. هذاك الشيء داك فريجيدير وداك الفلوس وداك راه ما يردلكش العقليه نتاعك، ما يردلكش ديك الامومه اللي كان معاك باك. لو كان ما تقوليهاش الكاميرا بنتي، داك الشيء اللي غادي نقول لكم. والسلام عليكم. السلام عليكم.